السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه، وكما على بالكم اثاث الثقه دائما رانا نقراو تعليقاتكم ونجيبو لكم محتوى حسب طلباتكم. طلبتوا منا بزاف لي شومبراكو شي، رانا جبنا لكم موديل لي بزاف شباب. قبل ما نشرح لكم هذا الغرفه النوم الرائعه، فضلا وليس امرا ابونيو معنا في اليوتيوب في فيسبوك في الانستغرام، وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد خاوتنا، وديروا لنا جيم هكا باش تشجعونا باش نقدموا لكم هذا المحتوى بنفس المستوى اللي عودناكم عليه. سينو غرفه اليوم راهي تحت اسم ساموراي طروا خاوتكم، ونبداو على بركه الله نورو لكم لولي تاعها. كيما راكم تشوفوا لا تيت دو لي راهي ميلونج بين كابيتوناج و لبوا خاوتنا. نعاود نذكركم بلي راهي اون بوا روج، وكيما راكم تلاحظوا ميم لو بتي دوسي راهو بنفس الشكل كابيتوناج ستيل بومبي مع لي بوطون داخل. كيما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله. اما بالنسبه لي ميزور تاعو حنا نخدموه ستوندار خاوتنا 190 على 160، وكيما راكم تشوفوا دوكا بيان لا تيت دو لي تاعها خاوتنا، يعني راهي مقسومه طري بيان، يعني لو ديزاين تاعها راهو بزاف متناسق، يعني الكابيتوناج والخشب هذاك اللي راهو لي لام في الوسط باش يقسم لكم لو ديزاين تاعكم، وفيها زجاجه بالفيمي في النوار خاوتنا كيما راكم تلاحظوا من الفوق اللي زادت جمالا للولي تاعكم. ننتقلوا لطاب دنوي. كيما راكم تلاحظوا لطاب دنوي راهي مختلفه على كامل لي طاب دنوي اللي شفناهم، يعني الشكل تاعها كيما راكم تشوفوا انكليني حاجه ما شاء الله. فيها انتيروار سكري من تحت خاوتنا كيما شفتوا، فيها انتيروار لي كبير حاجه ما شاء الله. دوك نشوفوه مفتوح، وفي قاعده زجاجيه بالفيمي من الفوق، وتفضلوا نشوفوا التيروار تاعكم مفتوح كيما راكم تشوفوا رايه تركيا اوفرتيرو فاصل معناتها مش حتى تعب في الفتح تاعها خاوتنا. وفيها لو ميم ديزاين كيما لا دروات خاوتنا حاجه ما شاء الله، ودخلت تفد لكم الله يبارك. كيما راكم تلاحظوا لو تيروار سكري كذلك راهو برايه تركيه خاوتنا اوفرتير فاصيل، وكيما راكم تشوفوا الداخل ثاني يرفد، يعني با مال دو شوز، يعني حاجه ما شاء الله الداخل خاوتنا. وكي تغلقوه لاحظوا كيفاه ما يوليش يبان تيروار، يعني لوفرتير تاعو ما يبانش بلي يتحل، ما يبانش ان تيروار، على ذلك سميناه تيروار سكري خاوتنا. نتفضلوا نشوفوا لاكوافيز تاعكم اللي راهي بشكل مختلف، يعني جامي شفنا هذا الموديل بليبي حاجه ما شاء الله، يعني لو ديزاين تاعها راهو بزاف مودرن، فيها لو ميم ديزاين كيما لي طاب دنوي في لي تيروار تاعها خاوتنا. فيها ان تيروار سكري من تحت كذلك خاوتنا، وبعد قليل راح نشوفوا كيفاه نحلوه. وكما راكم تلاحظوا المرايه تاعها كذلك راهي بشكل مختلف على ما تعودنا عليه، وكما راكم تلاحظوا يعني راهي ستيل ال، وراح تلقاو قاعده زجاجيه بالفيمي من الفوق خاوتنا. وثاني كذلك في المرايه كاين جهه اللي راهي فيها هذا لو ديزاين بالفيمي حاجه ما شاء الله، وفيها هذا المرايه اللي راهي نقولوا بلوس للديزاين تاعكم خاوتنا حاجه ما شاء الله. كما راكم تلاحظوا في لاكوافيز تاعها لي تيروار كما العاده طروا تيروار كوليسونت خاوتنا الله يبارك يرفدوا لداخل حاجه ما شاء الله، برايه تركيه خاوت وفيرتور كليسونت حاجه ما شاء الله خاوتنا كما قلنا لكم داخل يرفدوا الله يبارك. ودوكا نتفضلوا نورو لكم يعني لو تيروار سكري تاعكم كما راكم تشوفوا راهو تحت لو دانيير تيروار. لو فيرتور خاوتنا راهي بالضغط كما راكم تلاحظوا، يعني تضغطوا عليه راح يتحل، في لو ميكانيزم هذا اللي راهو بزاف شباب خاوتنا، يعني تضغطوا عليه يخرج، وكما راكم تلاحظوا يرفد الداخل كذلك ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا كذلك راهو برايه غليسونت. ننتقلوا ونشوفوا مرآه الغرفه، يعني بزاف يخيروا غرف النوم تاعهم فقط على جال لاكاردروب. كما راكم تشوفوا لاكاردروب تاعها حاجه ما شاء الله اللي راهي فيها كات بورت كوليسونت بهذاك التصميم الرائع الله يبارك. ودوكا نشوفوا لا فينيسيون من برا كما راكم تلاحظوا، فيها هذا الديزاين اللي راهو ميلونج بين زجاجات فيمي خاوتنا والخشب الاحمر، فيها دو تيروار سكري من تحت كما شفتوا، وكذلك فيها ان ديزاين بالبيزولي بزاف شباب اللي حيكون متناسق مع لي بورت غوش ودروات خاوتنا حاجه الله يبارك. وراهم فيها زوج زجاجات بالفيمي، اما لا فينيسيون فليم كما قلنا لكم راهم كاينين دو تيروار سكري اللي راهم كبار بزاف خاوتنا، هذوما راهم كبار ما شاء الله. اما بالنسبه للتقسيم الداخلي كما راكم تلاحظوا كات بورت كوليسونت من الجهه اليسرى والجهه اليمنى، كاين واحد زوج ثلاثه طاجيرات مع لو باي لكم كات ايطاجير خاوتنا. اما بالنسبه للوسط كاين ايطاجير كبير من الفوق، وكاين زوج لي زيطاجير من الجهه اليمنى، وكاين اسباس بور لاترينغل من الجهه اليسرى خاوتنا حاجه ما شاء الله. ودوكا نتفضلوا نوري لكم لو تيروار سكري هذا كيف يتفتح كيما لاكوافيز، يعني بالضغط راح يتحل خاوتنا تفتحوه، وكما شفتوا كذلك راهو برايا تركيا غليسونت حاجه ما شاء الله من الداخل كما راكم تشوفوا الان، يعني يرفد مليح تقدروا تحسبوه انتيروار كيما تاع لاكوافيز راهو يرفد حاجه الله يبارك الداخل خاوتنا. اما بالنسبه لي ديمونسيون تاع لاكاردروب تاعكم الطول راهي فيها 2.40 متر، والارتفاع راهي 2.20 متر خاوتنا، يعني ترفد بامال دي شوز وراهي كبيره الله يبارك كما راكم تشوفوا في الصوره. هذه غرفه النوم اللي راهي تحت اسم ساموراي طروا، السعر تاعها راهو ب 14.800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولايه. اللي راهو مهتم اللي عنده اي استفسار يتصل بنا بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه، وحنا رانا في خدمتكم خاوتنا. ما تنساوش دعمونا بجام وتابوني وتفعلوا زر الجرس، وتدخلونا دائما ارائكم في التعليقات اللي رانا نقراوهم، ورانا نديروا لكم محتوى يعني خصيصا على حسب التعليقات تاعكم، يعني نشوفوا واش راكم تطلبوا بزاف لي كومونتير ونجيبوا لكم محتوى سبيسيالمون عليهم خاوتنا. ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، وبعد الكلام سلام.